واحد زائد واحد يساوي اثنين. عاطل احيانا جاهل، ويمكن عامل مرات يزاغل، يمكن عائل او حتى ستايل مسوي هوايل. صادق صديق من اجل الطريق، كبرة الشله صاروا فريق والمشترك تحديق. شعارهم لن نستفيق، فعيشنا عيش رقيق لمبتذل بدور الانيق، فالنفس ما عادت تطيق. فالحل يبدو كالرحيق، شراب ريق لذلك الغريق، والنجاة بالشهيق يا صفيق. الكريستال الأوسع رواجا وتعاطيا بين فئة الشباب من الذكور دون الإناث. يسمع تعال شبعك حب شبعك دلال، يتابع البرشا ويا الريال أو أي احتمال ينطي مجال للخيال، ويعيش دور الخيال بتعاطي الكريستال. يشغل عليه البال ويضيع آمال تعيس الحظ، لا صار خيال ولا غير من الحال، والباقي من أطلال. ابتلينا بدنيا غبرة وبخت مايل، ابتلينا بسلطة قشرة وسوء حاصل، ابتلينا بطيبة جابت بس مشاكل، قلب صافي شعب غافي كنا جاهل. دنيا بينا تمشي سرعة وماكو نازل، وضاع العمر بالخوف، شفنا وبعد شنشوف. هم يثمر المعروف وهم تنمي للعين، حب الوطن دوم والرحمة للمرحوم، والعشرة لو بس يوم ما ينسى الزين. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت راع ومسؤول عن الرعية، وأنت راعية ومسؤولة عن الرعية، نحن وأنتم والبقية. فهل أديت وأديت ما عليك أو عليك؟ كون بالبيت شرطي وانت هم شرطية، راقب الولد وانت البنية، ومن يغيب الذيب احذري الواوية، راقبي بحنية، كوني وطن كوني هوية، كوني وحدة تسوامية. خلي نحكي بأريحية، الحكومة مو قضية، عركة رواسية حسب الأبجدية، القضية بالرعية، يعني الرعية هي القضية، أرضية وجدار بل والسقوف الثانوية، مانح الشرعية، الرعية بين داعش بين دية، ولد السبندية، ما عليك ما علي، نحن وأنتم والبقية، كل ذلك وأكثر بعد أن أصبح للوطن طاولة.